معركة المنصورة ذكرى أطول معركة جوية في التاريخ تحولت لعيد للقوات الجوية المصرية. يعتبر المصريون أكتوبر شهر النصر والعزة والكرامة لمصر والمصريين، فهو الذي شهد أكبر وأعظم نصر عسكري أعاد لمصر هيبتها وكرامتها بانتصار محقق على العدو الإسرائيلي في حرب 73، واستعادت خلالها جزءاً عزيزاً وغالياً من تراب الوطن. وفي 14 تحديداً من ذلك الشهر كانت قواتنا الجوية على موعد مع نصر من طراز خاص حملته السنوات في سجلات تاريخها مذيلاً بذكرى عيد القوات الجوية، وذلك إثر وقوع معركة المنصورة الجوية، وهي معركة جوية وقعت في 14 من أكتوبر 1973 ضمن معارك حرب أكتوبر، حين حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تدمير القواعد الجوية الرئيسية بدلتا النيل في طنطا والمنصورة والصالحية، فتصدت لها الطائرة المصرية، محاولة بائسة من العدو الإسرائيلي للرد على عبور القناة وإلحاق خسائر فادحة في صفوفه. شملت أكبر هجوم جوي تشنه إسرائيل ضمن سلسلة من الهجمات الجوية التي استهدفت المطارات المصرية بقوة قدرت بحوالي 120 طائرة إسرائيلية. وقد انتهت المعركة بفشل الطائرات الإسرائيلية في تحقيق أهدافها من الهجوم وانسحابها بشكل مهين. وصنفت معركة المنصورة الجوية ضمن أكبر المعارك الجوية من حيث عدد الطائرات المشاركة وأطولها من حيث الفترة الزمنية المقدرة بنحو 53 دقيقة، إلى أن أصبح يوم 14 من أكتوبر عيداً سنوياً للقوات الجوية المصرية. لم يكن هجوم 14 من أكتوبر الجوي هو الأول من نوعه، فقد سبقته العديد من الهجمات الإسرائيلية يوم 7، 8، و12 من أكتوبر على مطاري طنطا والمنصورة، لكنها انتهت بالفشل بسبب قوة الدفاع الجوي المصري وإسقاط العديد من طائرات العدو الإسرائيلي، ليكتمل النصر المصري بمعركة باتت تدرس في الكليات والأكاديميات العسكرية.